هناك في القرآن الكريم شيء غريب. عندما يتكلم الله عن يوم القيامة لماذا يستخدم الفعل الماضي؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ليش قال سيق؟ مكتوب يعني، ما إذا يوم القيامة، إذا يوم القيامة ربنا بيحكي عليه بالماضي، معناته إحنا وين؟ إحنا في أي زمن؟ أنا هذا الموضوع جنني، لأنه كل ما أقرأ القرآن أستغرب لماذا يتكلم الله. الآن في تفسيرات أن الله بعلم الغيب يعلم ما سيكون، لكن قد يكون إنه معناها إنه كل شيء حدث. يبقى السؤال هنا، أين الإرادة؟ ولا يظلم ربك أحدا. طب أنا وين؟ أتعرف ما هي قمة عدل الله؟ أنه أعطاك الحاضر، أعطاك الحاضر، هو يعلم ما سيحدث لكنه ترك الحرية لك، وهي الحرية هي التي تجعل في أطفال بيسألوني مرات كبار بيقولوا لي يعني ربنا وين عشان ما يوقف الشر؟ ليش ربنا؟ وين ربنا من الجوعانين اللي بيموتوا من الجوع؟ وين ربنا من الحروب التي لا تنتهي؟ فبقول له أنا، طب إذا تدخل الله لماذا أحاسب؟ إذا ربنا سيوقف الشر أخذ منا أهم ميزة أعطانا إياها وهي حرية الاختيار. فلازم أن تفهم أنه في بعض علماء يقول أنه لا يوجد شيء اسمه ماضي، نحن الآن نعيش حاضر مستمر، نحن في حاضر مستمر، خيارات خيارات، لكن نحن الذين نتعلق في نقاط معينة ولا نتجاوزها.